هذا كما اجتمع الوفد الامني المصري مع محافظ شمال غزه صلاح ابو ورده في مقر اقامه الوفد للقطاع، واستعرضا خلال اللقاء مجمل الوضع الفلسطيني والوضع الانساني الذي يمر به القطاع. وقد اطلع الوفد الامني ابو ورده على الاتصالات واللقاءات التي يجريها الوفد لتذليل العقبات وازاله الموانع بهدف العمل على تنفيذ ما اتفق عليه او ما اتفق عليه بين حركتي فتح وحماس لتسليم الحكومه وحل المشكلات.